السادة والسيدة العلماء عند الفقير ومنزلوا صلاة قتل والمال بتوزي الطرام يكتسي سبب خشية الأربع مصرين الخشية الأولى ستمكن عند الفقير عند الكل حاجة مجيب باستخدام كافة حلقات المال بصندوق التأثير الحلقة الخاصة المشيرة سوف يدرع بخطة من 20,000 إلى 50,000 والمتوسطة ومسطة ومسطة تيسير بالنسبة إلى حلقات التنمية. الخصوصية الثالثة تعلق بكام تنمية جوية باعتبار أن وجه هذه التقييم نحو لاحق استخدام التقييم مؤسسة الصورة أساس الجهات الداخلية لما تواجه هذه الجهات بصعوبات تشكيلات في هذه الجهات. الخصوصية الثالثة تعلق بزيادة الشباب في حال الشهادة العليا لبعض مشاريع مؤسسة الصورة في قطاعات ومجالات واعية وتأتي ومضافة عامة باعتبار تشغيل حال الشهادة العليا من الأمجاد المغنية في الكويت. الخصوصية الرابعة واقتمادة الخدمات المالية المقدمة للبنك من ناحية والخدمات غير المالية التي توفرها الصندوق من ناحية أخرى لمدة الآن لجهود مشاريع المنورة ومواطن الشغل المعتاد. على رأس السادة والسيدة تنضم صفة الشهادة المزمع مجال اليوم لصندوق صلاة القدر وبنك تونس الظلم ثلاثة برامج أساسية. البرنامج الأول يهدف إلى تنفيذ موسع صغرى لتأكيد عمل الشهادة العليا بكل الرجوليات تقدم بأهمية ممكنة منها تنجم الانهاء عن طريق صندوق بشكل اعتمادها ورجعها على مدة 5 سنوات و27 من بناء شكل قروض متوسط المدى عن طريق البنك. البرنامج الثاني يهدف إلى دعم مشاريع موجودة ومولة من كل البنك ويستهدف 3 مشروع من كل الرجوليات تقدم 8 مليون دينار منها 4 مليون دينار متأتية من الصندوق تصدر في شكل اعتماد يتم ارجاعه على مدة تجاوز 30 شهر و4 مليون دينار في شكل قروض خاصية المدى عن طريق البنك. البرنامج الثالث برنامج دعم قدرات مؤسسية البنك ب 2.3 مليون دينار خاصة بتطوير منظومات تقييم قروض والاستخلاص ومنزلة الانتاج دورات تقنية ومهمات استشارية. غير هذا من المؤمن ان تسهل هذا البرنامج في احدى ادوية طبعا سير خدمة الشغل مباشرة وعدد 16,000 مواطن شغل غير مباشر. كما أن هو أحيانا الصرف في هذا البرنامج في هذه البرامج وكسائر النجاح اللازمة سيتم اعتبارها بشكل من ضمن هذه التقييم. الانتداء على مواقع التشغيل بين 16 و 5 ولايات جنوبا بازمين خوان كارسا ويمين ثم توسيع البرنامج في نحلة على وضع مقومات خاصة بعقود البرنامج عن نصر الإيجاد الخاصة بالتصرف المجال الإنتاجي وبعض الخطط التقنية للتحسيس والإعلان بمحتوى هذه البرامج في مختلف الولايات المعنية. على رأس السادة والسيدة، لقد حرصت على دعوة مستشفى بين عمل الوزراء وعيادة الوزراء المنظمة في مدة العمل ليكون من أمثلة هذه الأجهزة تكمل مع بعض برامج الدولة في مجال التمويل والتحليل والتقييم والإعادة التقنية والسلام في عملها والإعلان. وفي الختام، ولكن من أجل شغل الوزراء في حساب السلبيين وفرقة المساعدين ومكتب دراسات مكلمة الجنوب العربي عن مواجهتنا في مجلس التعاون عند كافة مراحل دراسة البرنامج وإعداد هذه الاتفاقية. أتمنى أن تكون جملة إضافية لتعرف بعض الأساسيات والنقاط التشريفية والسلامة.